السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة حلويات نجوم. يوم ان شاء الله كيف تشوفوا معايا نحضر واحد المعسلة اللي كتجي رائعة وبطريقة اللي هي سهلة وبسيطة وكتوجد دغيا، ما كتاخدش الوقت بزاف. كنتمنىكم انكم تجربوها، صراحة كتجي رائعة. كنتمنى ايضا اللي باقي ما شاركش معايا في القناة يضغط على زر الاشتراك ثم تفعل الجرس باش توصل ان شاء الله بكل ما هو جديد. ودابا نخليكم مع طريقة التحضير. فبالنسبه للطريقه والمقادير، اول حاجه عندي هنا واحد الاناء كنعمل فيه كاس ديال العنبه ديال الدقيق الابيض من بعد ما غربلته، وعندي هنا كاس ديال العنبه ديال السميده الرقيقه، عندي هنا شويه ديال السكر فاني، وهنايا كنضيف ملعقه صغيره ونص ديال الخميره الفوريه او الخميره ديال الخبز، وهنايا كنضيف واحد شويه ديال الملحه، وهنايا نخلط هاد النواشف اللي عملت مزيان. ودابا كنضيف نص كاس ديال العنبه ديال الزيت النباتيه وكنخلطو مزيان مع المقادير اللي عملت في الاول حتى كتنسجم لي مزيان مع ديك الزيت. وهنايا من بعد ما خلطت كلشي مزيان، دابا كنبقى نعجن العجينه ديالي بالماء. هنا كنبقى نضيف الماء بشويه بشويه، وانا كنعجن في العجينه بالنسبه للماء المعادي ماشي سخون، وكنبقى نعجن حتى كنحصل على واحد العجينه اللي كتكون رطبه. وهنايا بالنسبه للماء كيبقى على حسب القياس او على حسب السميده والنوع ديال الدقيق واش كيشرب اولا ما كيشربش بزاف. المهم هو اننا كنحصلوا على واحد العجينه اللي كتكون رطبه. انا بالنسبه للمقادير فانا عملت لكم القياس الصغير، يعني يمكن لكم تضاعفوا المقادير. وهنايا من بعد ما ساليت كيف كتشوفوا معايا فالعجينه كتكون رطبه على هذا الشكل هذا. هنايا مباشره كناخذ واحد الشويه وكنبقى نحربله، يعني كنحربلو ما يدير رقاقين او القياس اللي بغيت، يعني واش بغيتهم كبار ولا رقاق. هنايا نطلق او نحربل العجين ديالي مزيان بهذا الشكل اللي غتشوفوا معايا. وهنايا من بعد ما حربلت العجين ديالي رقيق على هذا الشكل، دابا كنقطعهم على شكل صبيعات صغار، كنحاول انهم يكونوا قد بعطيتهم. وهنايا كناخذ وكنضغط عليها بهذا الشكل هذا، وهنايا خديت هاد لي بانس هذا وغنعمل واحد 4 ديال التقيبات في الوسط بالنسبه للتزيين، اما كتعملوا 4 او كتعملوا 3. كنضغط عليهم مزيان على هذا الشكل هذا، وهنايا من بعد ما ساليت كتجيني على هذا الشكل. وهنايا مباشره كنعملها في واحد الصينيه وكنبقى مستمره بنفس الطريقه حتى كنسالي العجين اللي عندي كامل، عاد كنبدا نقليه. ودابا نخليكم مع الطريقه.
وهنايا من بعد ما ساليت خديت الزيت وخليته حتى سخن مزيان، ودابا كنبدا نقلي فيهم مباشره، يعني ما كنخليهمش يرتاحوا او لا كيخمروا، يعني مباشره كنبداو نقليوهم. هنايا كنعملهم في الزيت، ضروري يكون الزيت سخون مزيان، وكنخليهم حتى كيتحمروا مزيان. الصراحه هاد الحليوات هادو كيجيو رائعين، او هاد المعسل هادي كتجي رائعه. الناس اللي ما كيصدقلهمش المقروط، وان شاء الله دابا نحط لكم واحد الوصفه ديال المقروط اللي هي سهله وبسيطه وكيجي رائع. حتى هاد الحلوه هادي او هاد المعسله هادي كتجي بحال الشكل ديال المقروط، يعني جربوها كتجي رائعه، لا في المذاق ديالها يعني كتجي لذيذه بزاف، كتبقى محافظه على الشكل ديالها. انا هنا عملت لكم غير القياس الصغير بحال اللي قلت لكم، وانتم كتجربوا او كتضاعفوا المقادير اللي بغيتوا، وايضا كيمكننا ايضا تحتفظوا بها، يعني كتبقى معنا، يعني كيمكن لكم تقليوها وتعسلوها مزيان وتحتفظوا بها في شي بواطه يعني في المجمد، وكتبقى مزيانه، يعني كتبقى محافظه على المذاق ديالها، وكتبقى محافظه بالعسل اللي كتكون شاربه. وهنايا من بعد ما كيتحمروا معنا كيجيو على هذا الشكل هذا، صراحه كيجيو رائعين. هنايا مباشره كنعملوهم في العسل. بالنسبه للعسل فانا سبق لي وحضرت لكم فيديو خاص حطيت لكم جوج ديال الوصفات الطريقه ديال العسل اللي هي طريقه يعني ناجحه وسهلين ايضا. هنايا من بعد ما كنسالي كيف كتشوفوا معايا كنعملوهم في العسل، وكنخليهم حتى كيشربوا العسل مزيان، يعني ما كنحيدهمش من العسل دغيان. وهنايا كنبقى مستمره يعني وكنكمل العجين اللي باقي لي. وهنا كيف كتشوفوا معايا بعد ما خليتهم حتى تعسلوا مزيان وشربوا العسل وقدمتهم على هذا الشكل هذا، الصراحه كيجيو رائعين. كيف كتشوفوا معايا كيجيو لذاذ بزاف. وهنا كيف غنوريكم كيفاش كتجي، يعني كتجي شاربه العسل، وهنا غنوريكم كيفاش كتجي فتيه وهشيشه بزاف، يعني كتجي رائعه بالنسبه للمذاق ديالها. وكيف شفت معايا فهي الطريقه سهله كيف قلت لكم، كنتمنى انكم تجربوهم، كنتمنى ايضا يعجبكم، كنتمنى اذا عجبتكم الحلقه اليوم تعملوا الاعجاب وايضا تشاركوا الفيديوهات ديالنا مع الاصدقاء ديالكم باش كتعم الفائده ان شاء الله على الجميع. ودابا نخليكم على خير وشمبروك عليكم، سلامه.